طب هم أرادوا أن ينشروا الشذوذ، لكن سبحان الله نحن نشرنا هذه القيم الجميلة. يعني حتى مشجعة إنجليزية تقول بأنها ولأول مرة تشعر بالأمن والأمان وعدم التحرش بها داخل الملاعب، لأنها عانت الأمرين في الملاعب الإنجليزية من مثل هذه الحوادث. بماذا تعلق على مثل هذه الشهادات؟ طبعا هذا يعني منطق الفطرة وخطاب الفطرة، والفطرة مشتركة بين المسلم وغير المسلم. يعني هم عندما يدخلون إلى المباريات ومعهم زجاجات الكحول، ثم يخرجون منها سكارى هائجين، ماذا سيكون حال الفتيات بينهم؟ بل نحن نشاهد أن يعني مثلا في إنجلترا الجمهور الإنجليزي بعد المباريات يخرج في حال هياج، تكسر السيارات والمحلات ويقع التحرش والاعتداء والمشاجرات وينزل البوليس والدرك، لأنهم خرجوا وليس بقواهم العقلية. بينما هي تلاحظ أنه والله في المونديال هذا يدخل الناس بكامل عقولهم ويخرجون مثل ما دخلوا ومعهم عقولهم كاملة واتزانهم كامل، لذلك تكون آمنة معهم وآمنة بينهم، ما فيه واحد شبه مجنون ممكن أنه يهجم عليها أو يتحرش بها. وهذا كان يعني الحقيقة أن حكومة قطر في الصرامة في تطبيق هذه التعليمات، منع شارات الشذوذ، منع تداول الخمور، هذا الحزم في تطبيقها أخرج فعاليات نظيفة. ولذلك لا نستغرب أنه بعد ذلك سيرجع المعجبون بها من جميع الأجناس ومن جميع الأديان، وقدمت دولة قطر فعاليات مونديال نظيفة فعلا. رائع. فشكرا لهذه الحكومة ولدولة قطر وقيادة دولة قطر على هذه الفعالية الرائعة النظيفة. نعم. التي نشترك جميعا الزهو بها.